وقبيل مواجهة أوراوا دايموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الخامس، أكد لحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي أنه يعرف جيدا قوة منافسه الياباني. عموتة أوضح أيضا أن إشرافه سابقا على تدريب السد القطري مكنه من التعرف على قوة الأندية اليابانية. الفريق جورافا من أحسن الأندية اليابانية، ويعني والتواجد ديالو هنايا ليس تواجد اللي هو بالصدفة. النهائي أمام الهلال السعودي اللي احنا تنعرفوه، وأنا كنت موجود بدولة قطر مع نادي السد القطري، وكنت كنشارك في هذه المسابقات كل سنة. أنا كنعرف يعني القيمة ديال الأندية الخليجية خاصة، يعني أن الهلال وحتى الأندية سواء يعني الجابونية اليابانية أو حتى الكورية، وانا سبق لي انني كنت متواجد يعني مع نادي السد في 2011 لما حقق يعني البطوله الاسيويه. انا عارف القيمه ديال الانديه اليابانيه باعتبار انها انديه يعني محترفه لواحد المدى اللي هو بعيد. دائما هناك تركيز، هناك اهتمام جميع الجزئيات، وهذا ربما اللي غادي يخلي لنا امام واحد الصعوبه كبيره الا بغينا نتغلبوا عليه. اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة